في النور الحقيقة تبان. فبراير 2015 فوجعنا بالأخبار المؤلمة، بدأت بخطف بعض أحبائنا، ثم الهجوم على مكان إقامتهم، وأيضا خطف مجموعة أخرى، وفضلنا متابعين وقتها. وكان بعضكم من أسر الشهداء كان بيجي المطرانية نقعد مع بعض نتكلم وهنعمل ايه وايه اللي بيحصل وايه اللي ممكن يحصل وايه اللي ممكن نعمله. طبعا كلنا من وقتها وللأسف لغاية النهاردة عارفين الظروف السياسية في ليبيا. مجرد خلع الجسد من التراب وإلى التراب، لكن أرواحنا هتنطلق إلى رب المجد في مكان الراحة الأبدية. أنا الفرحة مستيعاني، وأنا بشكر ربنا بعد 3 سنين و3 أشهر إن أنا فرحانة بجوزي. بس من وقت الصلاة والصوم اللي بقينا نصلي إحنا عشان ونكمل رسالة ولادنا، بقينا نصلي ونقول يا رب رجع الأجساد. ليه؟ عشان هم هيبقوا فرحة سبب للناس كتيرة، واحنا برضه بنقول لهم مبروك عليكم مكانكم، لان احنا ايوه مشتاقين، كنا مشتاقين عليهم، بس الوقت وهم جايين انت شفت ملفين ازاي على مكانهم وهم داخلين، رغم الدموع اللي نزلت منا بس هي دموع الفرح، ما كناش عارفين نعبر عنها، ما كناش مصدقين ان هو هيجي بيته تاني. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، كنا كلنا في انتظار هذا اليوم طبعا، وده فخر لينا وشرف لينا. وهم دشنوا بدمائهم بحر الأحمر كله. كان القديس ماركوس الرسول جاء من ليبيا للبشارة في مصر، فهم من هناك بشروا العالم كله بإيمانهم وبشهادتهم وبقوة ثباتهم على الألام والعذابات اللي شافوها. فهم فعلا فخر للمسيحية وفخر للإيمان الأرثوذكسي في كل مكان. جينا ناخد بركة وفرحان جدا 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 بوصولهم لمكانهم، وحسسونا ان احنا من جوانا نكون متمسكين بإيماننا، وفرحونا جدا ونشروا الإيمان في كل العالم. هم كانوا مش موجودين معانا بالجسد لكن موجودين معانا حاليا بالروح، وحسيت ان هم في السماء. وبقول اشكر الله الاول على الحكمه والتدبير والجلايل والكتير اللي عطى سيدنا البابا تدبير الحكمه، وعطى محبه لينا كلنا ان يرجع جميع الفرحه لمصر كلها، لكل كبير فيها وصغير، لكل مسلم ومسيحي. احنا كلنا عندنا هنا كده ما فيش مسلم ومسيحي، ما فيش فرق، بس رجع الفرحه لقلوب الكل. هتكلم مش هعرف اوصفها، هو شيء انا مفتخره بيه. اول واحد دخل في الشهداء يكون الشهيد صمويل دخل الكنيسه، ده استقبلنا بفرح وسلام. اي نعم احنا عيطنا من الفرجه عليه من بعد عننا، احنا دي قعد سنه هناك و3 4 سنين بعيد عننا، لان ربنا رتب للكنيسه وللمزار بتاعهم شيء مشرف. وانا فخوره بالشهيد صمويل قوي، يعني هيعلم اجيال. شعوري فرحتي ما تتوصفش، شعورنا كلنا فرحتنا ما تتوصفش برجوعهم بسلام بشرف مش قادر اوصف لك شعورنا من ناحيه الفرح. انما هما ثبتوا في الايمان، وبثباتهم في الايمان خلونا احنا عطونا هنا شجاعة في البلد وإيمان وما بنهبش الموت. نشكر ربنا على ثباتهم وإيمانهم، والمسيحية بتقدم الشهداء في كل زمان. هم شهداء العهد الجديد
زي ما كان بيحصل زمان في المسيحيين ايام دقلديانوس، ما كناش بنشوفه، كنا بنشوفه في افلام، لكن الوقت احنا شفناه حقيقي. اتفرجنا عليه وشفنا المنظر على التلفزيون، قمنا بسرعه لبسنا وجينا للمكان اللي احنا ما نستاهلش وجودنا فيه الان. وبشكر سياده الرئيس على اهتمامه ورعايته للاقباط المصريين في مصر في رد فعل وجاب حقوقهم وجاب لنا الشخصيات اللي احنا كنا ما عندناش امل ان احنا نشوفهم تاني. فرحانه جدا وسعيده جدا، ويوم عيد عندنا اللي هم جام في كنيستهم وشرفونا وشرفوا مصر كلها وشرفوا العالم كله. في النور الحقيقه البان.